السلام عليكم. إن شاء الله نحاول خلال محاضرة اليوم نراجع الأبواب اللي درسناها. نعم، المجموعة الجزئية إذا في رقم واحد غير موجود بنقول هي غير جزئية. ممكن نشوف خلال الأمثلة إن شاء الله. يعني مثلا دي إجابة على السؤال قبل ما نبدأ المحاضرة يا شباب، قبل ما نبدأ المحاضرة. يعني مثلا عندنا مجموعة عناصر 1 2 3، وعندنا مجموعة أخرى عناصر 1 و4. المجموعة الثانية 1 و4 دي ليست جزئية من 1 2 3، جزئية بمعنى يكون داخلة. يعني إذا كانت دي المجموعة الكبيرة، المجموعة الجزئية هتكون داخل هذه المجموعة. إذا دي المجموعة الكبيرة، المجموعة الجزئية بتكون داخلها، يعني كل العناصر موجودة داخل هذه المجموعة. أوكي، طيب ما عرف نبدأ. نعم، نبدأ يا شباب. أوكي، بسم الله نبدأ. أعتقد ممكن نبدأ يا شباب على أساس إنه نكسب مزيد من الوقت. طيب، حقيقة في زميل منكم جمع الأمثلة كلها ومشكور جدا، يعني الشيء اللي عمله دي شيء مفيد جدا. ما أذكر العمل أو العملة، مؤنث مذكر ما أذكر. المهم يعني جمع كل الأمثلة اللي إحنا عايزينها فعلا، اللي يحتاج حوالي 67 مثال، 67 مثال، وعندنا نحن في الاختبار 40. يعني مؤكد كل المسائل بتاعت الاختبار هتكون موجودة ضمن 67. يعني مؤكد انت لو حليت المسائل دي كلها وفهمتها، معناتها الأمور هتكون بالنسبة لك واضحة وسهلة. طيب، بسم الله نبدأ بالباب الأول، المجموعات. أنا هعيد حل الأمثلة كلها، كل الأمثلة اللي هي زي ما قلت مجمع هنا. ممكن نبدأ بها على طول طبعا المباشرة. لو أعتقد لو معاك الأمثلة أمامك بيكون أفضل، لو معاك الأمثلة أمامك بيكون أفضل. أنا حقيقة إن الجهاز زي اللي فيه إشكالية، فلو معك الأمثلة يكون كويس. طيب، نبدأ بالسؤال الأول. أدانا المجموعة سي، عناصر المجموعة سي هي 2 و4. عناصر هذه المجموعة 2 و4. عناصر المجموعة سي عبارة عن 2 و4، عنصرين فقط، العنصر الأول 2 والعنصر الثاني 4. طيب، السؤال سأله لي أنا، قال أي العبارات التالية خاطئة؟ أي العبارات التالية خاطئة؟ 1 2 ينتمي إلى سي، قال 2 ينتمي إلى المجموعة سي.
وادانا برضو 7 لا ينتمي للمجموعة سي، و7 لا ينتمي للمجموعة سي، وادانا 4 ينتمي للمجموعة سي، ودانا 4 لا ينتمي للمجموعة سي. طيب احنا كل شيء اللي هنعمله هنرجع للمجموعة سي، سي عناصر 2 و4. طيب 2 ينتمي ل سي، فعلا الاثنين موجود في سي. 7 لا ينتمي ل سي، لو نظرنا للمجموعة 7 ما فيها سي، يبقى برضه العبارة دي صحيحة. 4 ينتمي للمجموعة سي، فعلا الأربعة موجود في المجموعة سي. 4 لا ينتمي للمجموعة سي، دي العبارة الخاطئة، دي العبارة الخاطئة. الآن لاحظ السؤال، السؤال قال أي العبارات التالية خاطئة؟ يعني عايز العبارة الخاطئة. إذا العبارة الخاطئة هي هذه العبارة، العبارة سي اللي هي 4 لا ينتمي إلى سي. الملاحظة اللي حنذكرها هنا إنه ينتمي ولا ينتمي، هذا الرمز يستخدم لتوضيح العلاقة بين عنصر ومجموعة، بين عنصر ومجموعة، يعني ما بين مجموعتين، لا بين عنصر ومجموعة. اوكي طيب عشان الامور تكون اوضح كمان ننتقل مباشرة للمثال 4، ننتقل مباشرة للمثال 4. في 4 ادانا المجموعة A، عناصر هذه المجموعة 1 و2 و3 و4 و5، ادانا عناصر المجموعة A 3 أو تبدأ من الواحد، 1 و2 و3 و4 و5، دي المجموعة A. وادانا المجموعة C 2 و4، ادانا المجموعة C 2 و4، يعني ادانا C عبارة عن 2 و4، وادانا المجموعة A عبارة عن 1 و2 و3 و4. قال أي العبارات التالية صحيحة؟ بنختار إياها صحيحة، بنختار إياها صحيحة. في الأول قال C ليست جزئية من A، C ليست جزئية من A، نحن بنحل في المثال الرابع، قال C ليست جزئية من A. في المثال اللي بعده قال C ينتمي إلى A، في المثال اللي بعده قال C ينتمي إلى A، في المثال الثالث قال C جزئية من A. سوري، في المثال الثالث قال C جزئية من A، وفي 4 قال C ينتمي إلى B، C ينتمي إلى B. أول حاجة نحن هنعملها أي علاقة فيها ينتمي هتكون ما عايز، هتكون ما عايزينها. أي علاقة فيها ينتمي ما عايزينها، أي علاقة فيها ينتمي ما عايزينها. أوكي، دي ليست ينتمي، دي C جزئية، C جزئية من A، سي جزئية من ايه. اتمنى ان المثال يكون امامكم، لانه نعم الامثله في المنتدى موجوده. نعم طيب ادانا الاي 1 و2 و3 و4 و5، وادانا السي 2 و4، قال اي العبارات التاليه صحيحه؟ سي لا ينتمي، سي جزئية من A، سي ينتمي إلى A، وسي لا جزئية من B. هنا أول حاجة نحن بنعملها يا شباب بنلغي ينتمي. ينتمي علاقة بين عنصر ومجموعة، ينتمي علاقة بين عنصر ومجموعة، أما جزئية علاقة بين مجموعتين. إذا هنا حنلغي الخيار B والخيار D للملغيات، هيفضل لنا خيارين، هيفضل لنا خيارين، هيفضل لنا الخيار الأول إنه C ليست جزئية من A، إنه C ليست جزئية من A، C ليست جزئية من A، الخيار الأول. والخيار الثاني إنه C جزئية من A، ده الخيارين اللي عندنا. طيب نشوف C عناصر 2 و4، والA عناصر 1 و2 و3 و4، يعني C موجودة داخل A. إذا السي موجودة داخل، إذا دي الإجابة الصحيحة، إن سي ينتمي أو جزئية، جزئية سي جزئية من إيه.
اوكي. يبقى انا عايز التمييز بين رمزين، بين الرمز دي وبين الرمز الاخر، جزئيه وليست جزئيه، في رمز ثاني جزئيه وليست جزئيه. الرمز ينتمي ولا ينتمي، الرموز الاولى دي خاصه بعلاقه عنصر مع مجموعه، ينتمي ولا ينتمي خاصه بدي، خاصه بعلاقه عنصر مع مجموعه، عنصر مجموعه. اما دي خاصه بمجموعتين، اما جزئيه وليس جزئيه خاصه بمجموعتين. اوكي طيب، اذا نرجع ثاني نشوف المثال الثاني، نمشي المثال الثاني. طيب في المثال الثاني قال اذا كانت A هي المجموعة X، حيث ان X من ايام العطلة الاسبوعية في السعودية، X حيث ان X من ايام العطلة الاسبوعية في السعودية. هنا معناته هذه المجموعة A كتبت عن طريق الصفة المميزة، يعني لما نقول X حيث ان X، هنا وضحنا الصفة المميزة لهذه المجموعة. المطلوب اكتب هذه المجموعة بطريقة رصد العناصر، عايزين المجموعة بطريقة رصد العناصر. طيب انا عشان اكتب بطريقة رصد العناصر لابد اعرف ما هي العناصر هذه المجموعة. المجموعة X حيث ان X من ايام العطلة الاسبوعية في السعودية، يبقى انا عايز ايام العطلة الاسبوعية في السعودية، العطلة الاسبوعية اللي هي الجمعة والسبت. اذا حختار الخيار المجموعة الجمعة والسبت. طيب السؤال ثلاثة، قال المجموعة الأولى في نهايات كأس العالم 2018 بروسيا ضمت منتخبات السعودية ومصر والأوروغواي وروسيا. طيب عايزين نكتب هذه المجموعة بطريقة الصفة المميز. الصفة المميز دائما بنبدأ نفتح قوس ونكتب نقول إكس حيث أن إكس ونذكر الصفة. يبقى نحن نفتح قوس نقول X حيث أن X من منتخبات المجموعة الأولى في نهاية كأس العالم. إذا السؤال الإجابة الصحيحة هي الـ A، الـ A هي الإجابة الصحيحة. B خاطئة لأنه B رصد العناصر. C خاطئة لأنه قال X حيث أن X من المنتخبات المشاركة في نهاية كأس العالم، ما حدد المجموعة الأولى. B خاطئة لأنه كتب عن طريق رصد العناصر. الأمثلة دي أمامكم يا شباب، هل الأمثلة أمامكم عندهم؟ جميل خالص، جميل جميل خالص، جميل. إذا ننتقل إلى المثال خمسة والسؤال خمسة، ننتقل إلى السؤال خمسة، ننتقل إلى السؤال الخامس. طيب في السؤال الخامس أدانا A المجموعة التي عناصرها 2 3 4 5، وادانا B هي المجموعة X حيث أن X من أرقام العدد 5324. الحاجة الملاحظة هنا أنه الـ A كتبت عن طريق رصد العناصر، B كتبت عن طريق الصفة المميزة. ادانا أربع عبارات، قال أي العبارة صحيحة، أي العبارة نختار العبارة الصحيحة. طيب نحن عارفين عناصر الـ A اللي هي 2 و3 و4 و5، أول خطوة نعملها نوجد عناصر البي، نوجد عناصر البي. أول خطوة نعملها نوجد عناصر البي. عناصر البي قال إكس حيث أن إكس من أرقام العدد 5324. إذا عناصر البي هتكون عبارة عن 5 3 2 4. يبقى الـ A 2 3 4 5 والـ B برضه 5 3 2 4 نفس العناصر، إذا متساويين، إذا متساويين، إذا الإجابة الصحيحة هي B، إن A تساوي B، إن A تساوي B، إن A تساوي B. طيب ننتقل إلى 6، ننتقل إلى المثال السادس. إذا في أي شيء ممكن توقفني في أي لحظة. طيب المثال السادس أدانا A عناصر 2 3 4، وأدانا B قال X حيث أن X من أرقام العدد 1 2 4، وأدانا C 0 و5.
إذا ما هي عناصر الـ A؟ 2 3 4. ما هي عناصر الـ B؟ 1 2 4. ما هي عناصر الـ C؟ 0 5. قال أي المجموعات أدناه تصلح لتكون المجموعة الشاملة؟ المجموعة الشاملة لابد أي عنصر من الثلاث يكون موجود فيها، ممكن يكونوا هم فقط وممكن يكونوا أكثر، ما مشكلة، لكن لابد المجموعة الشاملة تحوي كل الأرقام الموجودة. يعني عناصر الـ A 2 و 3، يبقى المجموعة الشاملة بتاعتنا لابد يكون فيها 2 ولابد يكون فيها 3 ولابد يكون فيها 4، اللي هو دي عناصر الـ A. بعد ذاك لابد يكون فيها برضو عناصر الـ B. طيب ما هي عناصر الـ B؟ عناصر الـ B الواحد والاثنين والأربعة. ولابد يكون فيها عناصر الـ C. ما هي عناصر الـ C؟ هي 0 و5. يبقى المجموعة الشاملة لابد يكون فيها هذه العناصر، ممكن يكون فيها هذه العناصر فقط وممكن يكون فيها أكثر من دي. نرجع نشوف المجموعة، الحل الأول مرفوض أو الخيار الأول مرفوض لأنه لا يحوي صفر. الخيار الثاني مرفوض لأنه لا يحوي الواحد. الخيار الثالث مرفوض لأنه لا يحوي الثلاثة. إذا الإجابة هي الخيار الأخير دي. إذا الإجابة هي دي اللي هي 0 1 2 3 4 5 6. اوكي طيب ننتقل لسبعة. ننتقل لسبعة. طيب في سبعة ادان المجموعة A، قال هي المجموعة X ينتمي لZ. في سبعة قال هي المجموعة X ينتمي لZ، وهذا الـ X اكبر او يساوي 2، وفي نفس اللحظة اصغر من 5. أكبر أو يساوي 2 وفي نفس اللحظة أصغر من 5 وبينتمي لزد. يعني إحنا عايزين الأعداد الموجودة بين الاثنين والخمسة، عايزين الأعداد الموجودة بين الاثنين والخمسة، لكن في ملاحظة برضو إنه لابد تحويلنا الاثنين لأنه هنا أكبر منه يساوي، يبقى الأعداد دي هتكون هي الاثنين والثلاثة والأربعة. الاثنين والثلاثة والأربعة، لاحظ الخمسة ما معانا، لاحظ يا شباب إنه الخمسة ما معانا لكن الاثنين معانا، يبقى هناخد 2 و 3 و 4. 2 و 3 و 4. إذا الإجابة الصحيحة هي C. الإجابة الصحيحة هي C. 2 و 3 و 4. الخمسة ما معانا. الخمسة ما معانا يا شباب. ليه الخمسة ما معانا؟ لأنه هنا الدان قال X أدل من 5. في اختلاف بين الرمز بهذا الشكل والرمز بهذا الشكل. في اختلاف بيناتهم. لاحظ الاختلاف بيناتهم. هنا أكبر من أو يساوي، يعني المساواة معانا، المساواة معانا. أما في الخيار في أصغر من، ما في، ما هنا المساواة ما معانا. يعني لما ننظر للأرقام اللي إحنا عايزينها، الاثنين حناخد الاثنين معانا، لكن الخمسة ما حناخده معانا لأنه قال إكس أصغر من 5. وضحت؟ لأنه طلب X أصغر من 5. نعم صحيح. طيب الآن ننتقل إلى ثمانية. ننتقل للمثال الثامن. طيب ثمانية أدان المجموعة A، قال المجموعة A هي X ينتمي إلى N. X ينتمي إلى N المرة دي، حيث أن X أقل من 4. X ينتمي إلى N وX أقل من 4. معناته ايه؟ معناته ان احنا عايزين الاعداد الطبيعية الاقل من 4. عايزين الاعداد الطبيعية الاقل من 4. الاعداد الطبيعية الاقل من 4 هي الواحد والاثنين والثلاثة. الواحد والاثنين والثلاثة. لو كان المثال اقل من او يساوي كنا حنضمن الاربعة معانا. كنا حندخل الاربعة معانا. لكن هو قال أقل من 4، إذن 1 و 2 و 3. إذن الإجابة 1 و 2 و 3. الأربعة ما معنا يا شباب إلا إذا غيرنا المسألة عملناها أقل من المساعد. وضحت الفكرة؟ يبقى لازم نميز بين أقل من أو يساوي وأقل من فقط. أوكي طيب جميل. الآن ننتقل إلى 9. قال يعد العدد 20. عندنا العدد 20، هل هذا العدد زوجي
أولي فردي غير نسبي. هل العدد 20 عدد زوجي؟ ما فعلا العدد 20 عدد زوجي. ما هو العدد الزوجي؟ العدد الزوجي هو الذي يقبل القسمة على 2، أو هو العدد الذي رقم أحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6. الخيار الثاني اللي ادانا له قال أولي. طيب ما هي العدد الأولية؟ العدد الأولية هي الواحد المبدأ من الاثنين، هي الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وحداشر وهكذا. الخيار الثالث الأعداد الفردية. الأعداد الفردية هي التي لا تغلب القسمة على اثنين، اللي هي الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وهكذا. العدد الأخير قال الغير نسبي. ما هي الأعداد الغير نسبية؟ الأعداد الغير نسبية هي الأعداد التي لا نكتبها في صورة قسمة. وأمثلتها الشهيرة جذر 2، جذر 3، جذر 5، دي بنسميها أعداد غير نسبية. ومنها برضو العدد باي، برضو بيقول عليه عدد غير نسبي. طيب إذن السؤال قال يعد العدد 20 عدد زوجي أول فرد غير نسبي هو عدد زوجي وعدد زوجي. طيب المسألة 10، يصنف العدد جذري 3 على أنه طبيعي غير نسبي صحيح نسبي. جذري 3 غير نسبي، من جذور سميناها غير نسبية. إذن جذري 3 عدد غير نسبي. طيب ننتقل إلى 11. ننتقل إلى 11. في 11 أدانا المجموعة A، هذه المجموعة عناصرها 1 3 4 5، 1 3 4 5 دي المجموعة A. وأدانا المجموعة B، المجموعة B عناصرها 2 3 4 6، 2 3 4 6، 2 3 4 6. طيب طلب في طلب منا الاتحاد. المطلوب A اتحاد B. طيب A اتحاد B معناته دارين عناصر المجموعتين نكتبهم في مجموعة واحدة. الاتحاد نكتب جميع العناصر، نعم عناصر المجموعتين نكتب في مجموعة واحدة. إذا حتكون بأي ترتيب؟ يعني ممكن نكتب عناصر المجموعة الأولى كلها في الأول 1 3 4 5، ونجي ثاني نكتب عناصر المجموعة الثانية 2 3 4 6 بدون تكرار. إذا سهل جدا عملية الاتحاد. طيب لو طلب التقاطع، أهم حاجة نميز بين الاتحاد والتقاطع. الرموز لأعلى اتحاد ولأسفل تقاطع، لأعلى الاتحاد ولأسفل التقاطع. طيب في التقاطع بنأخذ العناصر المشتركة المكررة أو الموجودة في المجموعة الأولى في نفس اللحظة موجودة في المجموعة الثانية. عناصر المجموعة موجودة في المجموعة الأولى في نفس اللحظة موجودة في المجموعة الثانية اللي هي 3 و4، اللي هي 3 و4. طيب السؤال الثالث، A ناقص B اللي هو A فرق B، عايزين نجد المجموعة A فرق B. A فرق B معناته احنا عايزين العناصر التي تنتمي إلى A ولا تنتمي إلى B. عناصر A الغير موجودة في B، عناصر A الغير موجودة في B، عناصر A الغير موجودة في B اللي هي الواحد والخمسة، الواحد والخمسة، الواحد والخمسة، دي عناصر A الغير موجودة في B. طيب لو كنا عايزين B فرق A، لو كنا عايزين B فرق A معناته عايزين عناصر B الغير موجودة في A، عناصر B الغير موجودة في A اللي هي الاثنين والأربعة، الاثنين والستة. نعم الاثنين والستة. طيب في نفس الجزئية ممكن يقول لي أوجد متممة A. طبعا بيديني المجموعة الشاملة بيقول لي أوجد متممة A.
افترض ده المجموع الشامل 1 و2 وهكذا لغاية 6. ده المجموعة الشاملة 1 2 3 4 5 6. دي المجموعة الشاملة U. والـ A 1 3 4 5. الـ A 1 3 4 5. عايزين متممة الـ A، معناتها عايزين العناصر اللي هنضيفها لـ A عشان نصل لـ U. العناصر هنضيفها لـ A. الـ A فيها الواحد، ما فيها الاتنين، يبقى هنضيف الاتنين وهنضيف الستة. 2 و6. لو عايزين متممة البي، معناتها نمشي للبي ونشوف العناصر اللي هنضيفها للبي عشان تساوي لنا يو. هنضيف الواحد وهنضيف الخمسة. هنضيف الواحد وخمسة. تبقى دي ما يسمى متممة A ومتممة بي. اوكي؟ اللي هو السؤال 14. اللي هو السؤال 14. اداني يو عبارة عن 1 2 3 4 5 6. دي المجموعة الشاملة. ودانا الـ A 2 3 4 6. عايزين متممة A، معناته نشوف الحياة الناقصة A فيها عشان نكمل الـ A. نشوف الحياة الناقصة. عندنا فاضل لنا الواحد والخمسة. لأن الـ U تحوي 1 2 3 4 5 6. يبقى عايزين واحد وخمسة. طيب نمشي للسؤال رقم 15. نمشي للسؤال رقم 15. طيب في السؤال رقم 15 ادانا A 1 سالب 3 4 و5 على 7، وادانا ب 2 سالب 3 و4 و6. ده انا عايز ايه تقاطع بيهم. طبعا انا عندي امامي الخيارات الاربعه، لكن احل المساله في ذهني او في ورقه لوحده، بعدك هي اختار لي اياها. فقال الاي 1 سالب 3 4 5 على 7، والبي 2 سالب 3 4 6. دارين التقاطع، نشوف العناصر المشتركه. سالب الثلاثه والأربعة، المشترك هي سالب الثلاثة وأربعة. بعد ذلك نشوف الأجوبة، نختار الإجابة C اللي هي سالب الثلاثة وأربعة. طيب السؤال 16. السؤال 16 أدانا A المجموعة 1 سالب 1 2 سالب 1، وأدانا B 2 سالب 3 4. عايز A اتحاد B، الاتحاد كل العناصر، عناصر مجموعتين نضمهم مع بعض، عناصر مجموعتين نضمهم مع بعض. يبقى الاتحاد هيكون 1 وسالب 1 و2 وسالب 2 وسالب 3 و4، اللي هي الخيار A. طيب المسألة 17 اداني الـ A 1 سالب 1 2 سالب 2، واداني الـ B 2 سالب 3 و4. عايزين A فرق B. A فرق B يعني عناصر A الغير موجودة في B، عناصر A الغير موجودة في B اللي هي الواحد وسالب الواحد وسالب الاثنين. الواحد وسالب الواحد وسالب الاثنين، نعم اللي هي C. اللي هي C. طيب السؤال 18 ادانا المجموعة الشاملة U 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10، وادانا الـ A عبارة عن 4 و6. ادانا الـ A عبارة عن 4 و6. طيب عايزين متممة الـ A، يعني عايزين العناصر اللي هنضيفها لـ A عشان نصل لـ U. الـ A فيها بس 4 و6، يبقى هنضيف الاثنين وهنضيف الثمانية وهنضيف العشرة. يبقى 2 و8 و10. 2 و8 و10. اوكي. طيب نضيف مثال من عندنا، نضيف مثال من عندنا. طيب لو أخذنا مثلا A هي المجموعة 1 و3 و5. الA هي المجموعة 1، الA هي المجموعة 1 و3 و5. فناخد الA هي المجموعة 1 و3 و5، 1 و3 و5، والB هي 2 و4 و6، والB هي 2 و4 و6. عايزين A تقاطع B. ما هي الإجابة يا شباب؟ إذا كان الـ A هي المجموعة 1 3 5، الـ A هي المجموعة 1 و3 و5 اللي هي الأعداد الفردية، والـ B هي المجموعة 2 و4 و6. عايزين A تقاطع B،
هل في تقاطع؟ هل في عناصر مشتركة؟ ما في عناصر مشتركة. إذن الإجابة عبارة عن فاي، الإجابة عبارة عن فاي، أو الإجابة عبارة عن مجموعة خالية. يعني ممكن نقول مجموعة خالية، ممكن نقول مجموعة خالية أو نقول فاي، فاي أو ممكن نقول مجموعة خالية. خالية. إذن بكده دي الباب الأول، دي أسئلة الباب الأول. ما أعتقد لو في شخص عايز يضع امتحان اختبار، ما أعتقد إنه في شيء إضافي أو في أو في فكرة ممكن تكون غير مذكورة في ال 18 سؤال دي. إذن ننتقل للباب الثاني، ننتقل للباب الثاني. الباب الثاني بيبدأ من المسألة 19. الباب الثاني بيبدأ من السؤال 19. الباب الثاني بيتكلم عن الدوال. الباب الثاني بيتكلم عن الدوال. طيب المسألة 19 الدالة الدالة F، قال الدالة F عن عصيرة عبارة عن 1 و5 و5 و B 7 مع D 4 مع C. الدانة الدالة قال الواحد مع ال A والخمسة مع ال B والسبعة مع ال D والأربعة مع ال C. أنا ممكن إذا 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 الطريقة دي ممكن أعبر عن الدالة بهذه الصورة، ممكن أعبر عنها في أشكال كما أشياء عليك يبي. لو عايز أعبر عنها عن أشكال، المجموعة الأولى حتكون هي العناصر الموجودة في الجزء الأيسر من الزوجة المثلث، العناصر اليسار، العناصر اليسار حتكون في المجموعة الأولى اللي هي الواحد والخمسة والسبعة والأربعة. الواحد والخمسة والسبعة والأربعة، والسبعة وحنضيف الأربعة، هي عناصر المجموعة الأولى. المجموعة الثانية A B D C، A B D C، A و B و D و C، وعندك اربطهم مع بعض. قال الواحد مع ال A والخمسة مع ال B والسبعة مع ال D والأربعة مع ال C. الخمسة مع ال B والسبعة مع ال D والأربعة مع ال C. فأنا يا إما أخلي الشكل دي في ذهني أو الشكل اللي اداني له، المهم الأوضح بالنسبة لي. أوكي؟ طيب بعدك نيجي للأسئلة. قال هذه الدالة مجالة، دي المجال دائما المجموعة اللي بتطلع منها الأسهم هي المجال. إذا المجال 1 5 7 4، إذا المجال 1 5 7 4 وقال أنظر للحلول، المجال 1 5 7 4، إذا الإجابة الصحيحة هي B، الإجابة الصحيحة هي B. لو كنت ما عايز الشكل، ما عايز الأشكال السهمية دي، عايز من العلاقة هنا من المجموعة، عايز المجال، المجال هي العناصر الموجودة لليسار اللي هي الواحد والخمسة والسبعة والأربعة، لأنه قال لي واحد و A خمسة و B سبعة و D أربعة و C، أنا بختار اليسار دي المجال. طيب لو طلب المجال المقابل، لو قال عايز المجال المقابل، حقول المجال المقابل A و B و D و D و C. طلب المجال المقابل حنقول له عبارة عن A و B و C. طيب لو طلب صورة العنصر واحد، حقول له صورة العنصر واحد هي A. لو طلب صورة العنصر سبعة، حقول له صورة العنصر سبعة D. لو طلب صورة العنصر خمسة، حقول له C B. ممكن يطلب الصورة العكسية، الصورة العكسية للA، حقول له الصورة العكسية للA هي واحد. الصورة العكسية للبي هي خمسة. الصورة العكسية للسي هي الأربعة. فبعض مرات بنكتبهم بشكل وبعض مرات بنذكرهم ككلمات. إذا نحن عايزينها بشكل بنكتب فا أو إف، وداخل الإف مثلا نكتب واحد، دي معناتها صورة العنصر واحد، إف في واحد. إف في واحد دي صورة العنصر واحد، يعني عايزين نعرف الواحد دي ارتبط بأي عنصر. الواحد ارتبط بإيه؟ إذا إف في واحد عبارة عن إيه؟ مرات بيديني يقول لي اف العكسيه، الداله العكسيه. طيب يقول لي اف العكسيه لل سي، اف العكسيه لل سي يعني معناتها عايز اشوف السي ارتبط بهذا العنصر ارتبط بالاربعه.
اوكي يبقى إذن الدالة ممكن يدلها في شكل أزواج، وليه الواحد مع إيه الكده مع كده في شكل أزواج، في شكل أزواج، أو ممكن يكون في شكل مخطط سهمي. هو غالب في الاختبار يدلها في شكل أزواج. أقوم أنا في ورقة خارجية أو في ذهني أحول لشكل بتاع مخطط سهمي زي دي، لأنه أوضح، مخطط سهمي دائما واضح. أوكي طيب، إذن الآن ننتقل إلى 20 20. ننتقل للسؤال 20. في 20 أدانا الدالة في شكل مخطط سهمي، أدانا الواحد والاثنين والثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، واحد واثنين وثلاثة، ودان البي عبارة عن 5 و10 و15، 5 و10 و15. الآن نحن في السؤال رقم 20 يا شباب، السؤال رقم 20. معلش أنا عندي مشكلة في الظاهر، الجهاز بتاعي مليان بفيروسات. المهم المجموعة السؤال 20. السؤال 20 واحد واثنين وثلاثة، قدام المجموعة الثانية 5 و10 و15. طيب ده السؤال 20، قال اف العكسية للعشرة. احنا عندنا 5 وعندنا 10 وعندنا 15. عندنا 5 و10 وعندنا 15، وعندنا الواحد مع 5 والاثنين مع 10 والثلاثة مع 15. عايزين الصورة العكسية للعشرة. الصورة العكسية للعشرة هي 2. الصورة العكسية للعشرة هي 2. الأزرق دي يا جماعة قلنا موجود في المنتدى، الأزرق دي موجود في منتدى المناقشة. طيب عايزين قال الصورة العكسية للخمسة، الصورة العكسية للخمسة. يعني أنا عايز أعرف الخمسة ارتبطت بإيه. الصورة العكسية للخمسة واحد، نعم الصورة العكسية للخمسة عبارة عن واحد. طيب عايزين صورة ثلاثة، عايزين صورة العنصر ثلاثة. صورة العنصر ثلاثة هي 15. صورة العنصر ثلاثة هي 15. طيب ننتقل للسؤال 21. السؤال 21 ادانا قال لنا اف دالة من زد الى زد، معرفة كالآتي، انه اف اوف اكس يساوي اكس زائد واحد، اكس زائد واحد. طيب الدالة دي مجال زد ومجال المقابل برضو زد. لاحظوا دائما المجموعة الأولى هي المجال، المجموعة الثانية المشاريع الأسهم هي المجال المقابل. إذا هذه الدالة اف لو طلب مني المجال هقول له المجال زد، ولو طلب المجال المقابل برضو المجال المقابل عبارة عن زد، المجال زد والمجال المقابل برضو عبارة عن زد. طيب ادانا القانون بتاع الدالة انه اف اوف اكس يساوي اكس زائد واحد، يعني أي عنصر حيرتبط مع نفسه زائد واحد. طيب قال لنا أوجد F اوف واحد. F اوف واحد طبعا بيجي أعوض هنا بستبدل الإكس بواحد، بواحد زائد واحد 2، إذا F اوف واحد بيساوي 2. طيب قال عايز F اوف 5. F اوف 5 حستبدل الإكس ب 5، 5 و 1 6. عايز اف اوف 3، اف اوف 3 هستبدل اكس ب 3، 3 و1 4. اذا عملية بتاع التعويض او استبدال. طيب دي الباب الثاني. ممكن نضيف برضو سؤال من عندنا، طيب اذا كانت اف، دالة من المجموعة واحد واثنين
واحد واثنين إلى المجموعة صفر واحد وثلاثة. إلى المجموعة صفر واحد وثلاثة معرف بالقانون إنه f of x يساوي x ناقص واحد. طيب خلي بالك معي للمثال، قال f لتكن f، ممكن تكتب المثال لتكن f دالة من المجموعة واحد واثنين إلى المجموعة صفر وواحد وثلاثة. من المجموعة واحد واثنين إلى المجموعة صفر وواحد وثلاثة. ما هو مجال هذه الدالة؟ ما هو مجال هذه الدالة؟ المجال هو المجموعة الأولى. المجموعة الأولى دي بنسميها المجال. طيب ما هو المجال المقابل لهذه الدالة؟ المجال المقابل هو المجموعة الثانية. يبقى السؤال ده بقى واضح. المجال المجموعة الأولى والمجال المقابل المجموعة الثانية. طيب دلينا عايزين صورة العنصر واحد وصورة العنصر اثنين، طبعا ممكن نعوض هنا او ممكن احنا نحول الشكل بتاعنا لشكل بتاع اسهم. ممكن نحول الشكل بتاعنا لشكل بتاع اسهم. المجموعة لليسار هي المجال اللي هي الواحد واثنين، واحد واثنين. والمجموعة لليمين هي المجال المقابل اللي هي صفر واحد وثلاثة. صفر صفر واحد وثلاثة. قلنا السؤال إذا كانت f دالة من المجموعة واحد اثنين إلى المجموعة صفر واحد ثلاثة معرفة بالقانون f of x يساوي x ناقص واحد. نحن ممكن برانا في ورقة خارجية نعمل العلاقة، نشوف الواحد هرتبط بشنو؟ الواحد هرتبط بواحد ناقص واحد يعني صفر، يبقى الواحد مع الصفر. يبقى الواحد هرتبط بالصفر. والاثنين هترتبط بشنو؟ باثنين ناقص واحد، يبقى الاثنين هرتبط بالواحد. الاثنين هترتبط بالواحد. معلش نعمل هنا بشكل افضل. احنا عندنا في المجال واحد واثنين، يبقى لابد نعرف الواحد ده بيرتبط بيته عنصر والاثنين بيرتبط بيته عنصر. واحد واثنين، وفي المجال صفر واحد وثلاثة. ممكن احنا نحول الشكل للشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نحول الشكل للشكل اللي احنا عايزينه اللي هو شكل الاسهم دي، وبعد ذلك نجاوب على الأسئلة. ممكن نعمله بالشكل ده وبعد نجاوب. طيب عايزين نعرف الواحد هيرتبط بيته عنصر، معناتها عايزين اف في واحد. f في واحد معناته تستبدل x بواحد، واحد ناقص واحد صفر، إذا الواحد هيرتبط مع الصفر. طيب عايزين نشوف الاثنين. الاثنين حيكون نستبدل x باثنين، اثنين ناقص واحد بواحد، يبقى الاثنين مع الواحد. يبقى أصبح بهذه الصورة. طيب لو طلب مني أحدد نوعية هذه الدالة، هل هذه الدالة شاملة أم واحد لواحد؟ عندنا نوعين من الدوال. عندنا نوعين. عندنا دالة بنسميها دالة واحد لواحد، ودالة بنسميها شاملة. دالة واحد لواحد. ودالة شاملة. عندنا نوعين لابد يكون عارفين القاعدة بتاعتهم. طيب، الدالة 200 بتكون شاملة. الدالة 200 بتكون شاملة. الدالة بتكون شاملة يا شباب إذا كان كل عناصر المجال المقابل ارتبطوا. كل عناصر المجال المقابل ارتبطت. يعني بنقول انه المدى يساوي المجال المقابل، المدى هي العناصر اللي ارتبطت. فلما نلاحظ الدالة دي هنلاقي ان الثلاثة مرتبطت. الثلاثة مرتبطت، إذا ليست شاملة، إذا هذه الدالة ليست شاملة. ليست شاملة، لأن الثلاثة مرتبطت. هذه الدالة ليست شاملة. طيب الدالة بتكون واحد لواحد، بتكون واحد لواحد إذا كان كل عنصر ارتبط بعنصر واحد فقط. العنصر ارتبط بعنصر واحد فقط. هذه الدالة واحد لواحد. هذه الدالة واحد لواحد. إذا هذه الدالة اللي أمامنا يا شباب واحد لواحد وليست شاملة. هذه الدالة واحد لواحد وليست شاملة. هذه الدالة واحد لواحد وليست شاملة.
نعمل مثال تاني للنقطة الأخيرة ديت. لو عندنا مجموعتين عندنا مجموعة ناقصة واحد واثنين وخمسة، عندنا مجموعة تانية سالب واحد وصفر واحد، عندنا الواحد مع الصفر ارتبط الواحد بأي حاجة بالصفر مثلا، وارتبط الاثنين بسالب الواحد، وارتبط الخمسة بالواحد. طب لاحظ معي لهذه الدالة، لاحظ معي السؤال ده من عندنا يا شباب، ما موجود في الأوراق، السؤال ده من عندنا ما موجود في الأوراق. أسئلة نعم، السؤال من عندنا كان أنا عندي مشكلة في الماوس، لو أخذنا أي حاجة واحد مثلا و أربعة مثلا، واحد وأربعة مثلا، وهنا كان عندنا اثنين وخمسة وسالب واحد، سالب واحد. طيب ادانا الواحد مع الاثنين والأربعة مع سالب الواحد والواحد مرة ثانية، بس ادانا بهذا الشكل. الآن هذه الدالة دايرين نشوف شاملة ولا واحد لواحد، ولا يعني دايرين ندرس هذه الدالة. الدالة دي ليست شاملة، ليست شاملة. لماذا يا شباب؟ ليه الدالة دي ليست شاملة؟ لأن الخمسة ما ارتبطت، ليست شاملة لكن واحد لواحد، ليست شاملة لكن واحد لواحد. هذه الدالة ليست شاملة لكن واحد لواحد. اوكي، طيب تعالوا نضيف عنصر هنا مثلا السبعة، تعالوا نضيف عنصر هنا سبعة مثلا، ونربط السبعة بسالب الواحد. يلا الآن انظر لهذه الدالة، الآن انظر لهذه الدالة، هذه الدالة ليست شاملة، هذه الدالة ليست شاملة. ليه؟ لأن الخمسة مرتبطة. طيب هل هي واحد لواحد؟ وليست واحد لواحد، نعم، هذه الدالة ليست شاملة وليست واحد لواحد. هذه الدالة ليست شاملة وليست واحد لواحد. هذه الدالة ليست شاملة وليست واحد لواحد. طيب لو ضفنا عنصر هنا سميناه الصفر، والصفر ارتبط بالخمسة. الآن تعالوا ننظر للمثال الجديد. انظر للمثال الجديد. ضفنا الصفر والصفر ارتبط بالخمسة. هذه الدالة شاملة، الآن هذه الدالة شاملة لكن ليست واحد لواحد، شاملة وليست واحد لواحد. أوكي، إذن نحن لو عندنا دالة دائما حندرس الآتي: هل هي دالة شاملة وواحد لواحد؟ هل هي ليست شاملة وواحد لواحد؟ هل هي ليست واحد لواحد شاملة؟ هل هي ليست شاملة وليست واحد لواحد؟ يعني أربع حالات، أربع حالات، يعني يكون الاثنين موجودات، يعني شاملة وواحد لواحد، أو شاملة وليست واحد لواحد، أو ليست شاملة وواحد لواحد، أو ليست شاملة في نفس اللحظة ليست واحد لواحد. يبقى لابد أميز بيناتهم الأربعة. أوكي، هذه نهاية الباب الثاني، نمشي للباب الثالث، ننتقل للباب الثالث. الباب الثالث بيبدأ من السؤال 22، الباب الثالث بيبدأ من السؤال 22. طيب نشوف السؤال الثالث يا شباب، السؤال الثالث، ايوه نشوف السؤال الثالث معايا يا شباب. طيب السؤال الثالث قال 2 ضرب A ضرب B والثلاثة، ده قوس لوحده، 2 ضرب A B والثلاثة، B والثلاثة ده قوس، وفي قوس ثاني اللي هو 3 A تربيع B أس أربعة، في قوس ثاني 3 A تربيع و B أس أربعة.
عايزين نضرب، قال في اوجد نتيجة ضرب. دائما يا شباب بنضرب العدد في العدد، واحنا نضرب الاثنين في الثلاثة، العدد في العدد، والاي في الاي، والبي في البي. العدد في العدد، اثنين في ثلاثة ستة. الاي في الاي، هنا اي اس واحد، هنا اي اس اثنين، معناته اي اس ثلاثة، معناته اي اس ثلاثة. نجي للبي، البي هنا اس ثلاثة، هنا اس اربعة، معناته البي بيجي اس سبعة. اذا ده الناتج، الناتج ستة اي اس ثلاثة بي اس سبعة، ستة اي اس ثلاثة بي اس سبعة. يعني معناته بنضرب العدد في العدد، الاي في الاي، البي في البي، بنضرب المتشابهات في بعض. طب المثال اللي بعديه هو 23، 23 ادانا اكس اس 3 ضرب اكس اس 2 تقسيم اكس اس 4. اكس اس 3 ضرب اكس اس 2 على اكس اس 4. طيب اول حاجة نضرب اكس اس 3 في اكس اس 3، اكس اس 3 في اكس اس 3 معناتها هيكون كم؟ هيكون اكس اس 5، وتحت عندنا اكس اس 4. الآن حنقسم، لما نقسم بنطرح اكس اس 5 نشيل منه اكس اس 4، هيفضل لنا اكس كم؟ هيفضل لنا اكس. إذا الإجابة هي اكس، نطرح في القسمة بنطرح، في الضرب بنجمع. جميل. طيب ننتقل إلى المثل 24. ننتقل إلى المثل 24. في 24 إدانا 2 اكس واي الكل سي 4. إدانا 2 اكس واي الكل سي 4. أي شيء موجود داخل الغوص حيكون مرفوع للغو 4. كل الأشياء الموجودة داخل الغوص حيكون مرفوعة للأربعة. يعني الاثنين حتكون سي 4. الاكس حيكون سي 4. الواي حيكون سي 4. أي شيء موجود داخل الغوص حيكون سي 4. طيب 2 سي 4، 2 سي 4 معناته 2 مضروب في نفس 4 مرات اللي هي 16. إذا الإجابة حتكون 16 اكس اس 4 واي اس 4. الإجابة حتكون 16 اكس اس 4 واي اس 4. لأنه دي عبارة عن 16. إذا الخيار الصحيح هو الخيار دي. نعم. طيب نفس السؤال، نفس الفكرة في المسألة 25، عندنا قوس اكس اس 4 وواي والكل سي 3. اكس اس 4 وادانا واي وبعد ذاك ادانا الكل سي 3. معناته أي شيء داخل الغوص مرفوع للثلاثة. هنا اكس اس 4 ومرة ثانية حيكون سي 3. اكس اس 4 ومرة ثانية سي 3، حنضرب الأربعة في الثلاثة. يعني الإكس حتبقى أس 12. أما الواي حتكون الواي سي 3. الإكس حتبقى أس 12 والواي سي 3. لأنه الإكس كانت أس 4 وثاني بقى أس 3، فراح نضربه في بعض، أربعة في الثلاثة ب 12. والواي سي 3. طيب السؤال اللي بعديه قال اكس اس سالب، او مش اكس، خمسة، خمسة اس سالب اتنين، خمسة اس سالب اتنين، خمسة اس سالب اتنين، خمسة اس سالب اتنين. دائما لما يكون الاس سالب ممكن احنا نحول الى موجب، ننزل تحت في المقام. يعني كانت خمسة اس سالب اتنين، لما ننزل تحت في المقام حتكون خمسة اس اتنين، تكون خمسة اس اتنين. هنا كانت 5 اس سالب 2، الان بقت 1 على 5 اس 2. طيب 1 على 5 اس 2، 5 اس 2 معناتها 25. اذا 1 على 25، 1 على 25 اللي هي الاجابه سي، الاجابه سي. طيب ننتقل الى 3. في 3 قال اكس على واي اس سالب 3. اكس على واي اس سالب 3. اكس على y اس سالب 3. الآن نلاحظ إنه الأس سالب، الأس سالب، يبقى الأس سالب دي نحن لو عايزين نحول لموجب نجي على البسط مغام والمغام بسط، يعني بدها تكون x على y نخليها y على x. الآن كده بدل يكون سالب 3 هيتحول لنا إلى موجب 3. معناتها y على x موجب الكل اس 3. معناتها ال y اس 3 والاكس تحت برضه سي 3. لأن أي حاجة داخل الغوص بتكون مرفوعة لنفس القوة، نفس يبقى الواي سي 3 والاكس سي 3، يبقى الإجابة واي سي 3 على اكس سي 3. اللي هي العبارة أعتقد إيه.
طيب 28 قال سالب 4 على 2 الكل اس صفر، سالب 4 على 2 الكل اس صفر، اي حاجه اس صفر تساوي واحد، اذا الاجابه واحد بغض النظر عن الحاجه الموجوده داخل الغوص. يعني ما مهتمين بالحاجه داخل الغواش، ما مهتمين بسالب 4 على 2، مهتمين انه الاس صفر، الاس المعادله اللي جابه واحد، اي شيء مرفوع للغوص صفر يساوي واحد. طيب ننتقل ل 29 اللوغاريزمات، ننتقل ل 29 اللوغاريزمات لوج. طيب قال لوج 16 للاساس 4، يعني احنا عايزين نعرف الأربعة دي هنضربها في نفسها كم مرة عشان تدينا 16. ال 16 بتساوي شنو؟ بتساوي 4 بس 2، يعني 4 في 4 يعني يبقى الإجابة 2، يبقى الإجابة 2. طيب السؤال اللي بعديه قال لوج 32 للأساس 2، لوج 32 للأساس 2، لوج 32 للاساس 2، يعني الاثنين دي هتكون مرفوعه لكم وهنضربها في كم عشان تديني 32؟ اللي هي 5 مرات، 2 في 2 في 2 في 2 5 مرات تديني 32. طيب 31 قال لوج 10000. الملاحظ هنا ما ادانا اساس، لما ما يدينا الاساس معناته 10، معناته 10. طيب لوج 10000، 10000 معناته 10 وسي كم وسي 4؟ 10 أس 4، إذا الإجابة 4، إذا الإجابة 4. دائما الإجابة بعدد الأصفار يا شباب، الإجابة بعدد الأصفار بالنسبة للمسائل دي. لوج 10000 عند 4 أصفار معناته الإجابة 4. لو كانت لوج 5000 أو 100000 معناته الإجابة 5. لو كان لوج مليون معناته الإجابة 6، يعني عدد الأصفار. طيب السؤال الأخير قال لوج واحد من ألف، واحد من ألف، لوج واحد من ألف بعد البوينت الثاني صفر وثاني صفر وثاني، يعني واحد من ألف، واحد من ألف معناته واحد على ألف، واحد على ألف معناته ثلاثة أصفار، لكن أنا موجود في المقام يبقى الإجابة سالب ثلاثة، الإجابة سالب ثلاثة، الإجابة سالب ثلاثة. أوكي، إذا ده الباب الثالث، دي الباب الثالث. طيب ننتقل للباب الرابع، ننتقل للباب الرابع. الباب الرابع بيتكلم عن المتتاليات او المتواليات. طيب ادانا متتالية 1 3 5 7، ادانا هذه المتتالية. قال اساس المتتاليه، الاساس طبعا انا في الاول بفترض انها، بفترض في ذهني انها عدديه او حسابيه، والحسابيه لان هي ممكن تكون حسابيه ممكن تكون هندسيه، لكن انا طوال افترض في ذهني انها حسابيه، اشوف هل هي حسابيه ولا لا. الواحد بقى 3 معاه تساوي 2، الخمسه تساوي 2، 3 تساوي 2 بقى 5، اذا هذه المتتاليه اساسها 2، اذا هذه المساله اساسها 2، إذن هذه المتتالية أساسها 2. طيب نرجع الفصل الباب الثالث، الباب الثالث فيه سؤال عن المتغيرات والثوابت، فيه سؤال عن المتغيرات والثوابت. السؤال عن المتغيرات والثوابت بيكون كالآتي، يقول لي مثلا إذا كان الإكس عبارة عن 1 والواي كانت عبارة عن 2، فإن قيمة المقدار إكس ناقص زائد 1 تربيع، اكس زائد 1 الكل تربيع، اكس زائد 1 الكل تربيع ناقص 3 واي كم تساوي؟ ده السؤال بيكون بهذا الشكل، السؤال في المتغيرات والثوابت بيكون بهذا الشكل، بيديني الاكس والواي ويقول عايز احسب قيمة هذا المقدار. طيب إذا في المثال قال إذا كان الإكس يساوي 1 والواي يساوي 2، فإن قيمة هذا المقدار بدينا 4 خيارات. إذا كل شيء حنعمله هنعمل عملية بتاعت الاستبدال، تعويض، نستبدل الإكس بواحد والواي ب2 ونحسب الناتج.
اوكي طيب يلا الان نعوض الاكس بواحد، هيكون عندنا واحد زائد واحد اتنين، اتنين في اتنين اربعة، ونعوض الواي باتنين، اتنين في تلاتة بستة، يبقى ناقص ستة، ناقص ستة. اذا عندنا اربعة ناقص ستة، اربعة ناقص ستة، اربعة ناقص ستة اللي هي بتساوي ناقص اتنين. اذا الاجابة ناقص اتنين. يبقى الجزئية دي ممكن تضيف الباب التالت او لا بالعكس، الباب الثاني، باب الدوال، باب الدوال اللي هو بيديني الاكس والواي ويقول لي احسب قيمة مقدار معين. هنا اداني الاكس واحد والواي اثنين، قال لي احسب قيمة المقدار دي. كل شيء بعمله بعوض الاكس بالواحد والواي باثنين واحسب الناتج. طيب اذا الان نمشي للباب الرابع المتتاليات، الباب الرابع المتتاليات. الدانة المتتالية في السؤال 34، الدانة المتتالية 8 و 3 و سالب 2 و سالب 7. دي السؤال رقم 34. الدانة المتتالية 8 3 سالب 2 سالب 7. قال ما هو الأساس؟ عايزين نعرف الأساس. طيب نحن طبعا بنفترض إنها حسابية. إذا طلعت لنا خطأ ما حسابية بعدك نشوف الهندسية. في الحسابية دائما بنضيف عدد أو نطرح عدد. يعني المتتالية الحسابية دائما أساسها يا موجب يا سالب. في الهندسية يا نضرب يا نقسم. الهندسية يا نضرب يا نقسم. طيب هنا الثمانية بقت ثلاثة. معناته نقصنا منها خمسة. طيب الثلاثة لو نقصنا منها خمسة نص شنو؟ الثلاثة لو طرحنا منها خمسة نص ايه؟ الثلاثة لما نطرح منها خمسة بتدينا ناقص اثنين. الثلاثة لما نطرح منها خمسة بتدينا ناقص اثنين. إذا الأساس عبارة عن ناقص خمسة. إذا الأساس عبارة عن ناقص خمسة. طيب نمشي للمسألة، نمشي للمسألة 41. نمشي للمسألة 41. نمشي المسألة 41. قبل ما نمشي المسألة 41، ليه سالب خمسة؟ ليه سالب خمسة؟ ما كانت تكون خمسة. طيب الثمانية كيف بقت ثلاثة؟ هل الثمانية لو ضفت لها خمسة بتبقى ثلاثة؟ هل الثمانية لو زيدنا لها خمسة بتبقى ثلاثة؟ ما بتبقى ثلاثة. الثمانية لابد نطرح منها خمسة، عشان كده بنقول ناقص خمسة. عشان كده بنقول ناقص خمسة. اوكي؟ طيب نمشي للمسألة 41. ادانا المتتالية 2 و10 و50 و250. ادانا 2 و10 و50 و250، دارينا الأساس 250 دي. طيب أنا في الأول بفترض إنها حسابية. بنفترض إنها حسابية. وبعد ذلك نقوم نشوف إذا ما حسابية معناتها هندسية. طيب الاثنين بقت 10. الاثنين بقت 10 معناتها ضفنا لها 8. طيب العشر لو ضفنا لها 8 ما حتدينا 50. إذا هذه المتتالية ليست حسابية. ليست حسابية. معناتها هندسية. كيف بتتكون الهندسية؟ الهندسية يا بتتكون بالضرب يا بالقسمة. طيب الاثنين بقت 10 معناتها ضربناها في 5. العشرة لو ضربناها في 5 حتدينا 50. إذا هذه المتتالية أساسها 5. إذا الأساس عبارة عن 5. طلب مننا الأساس، إذا الأساس عبارة عن 5. يبقى هو ما بيقول لي إن المتتالية حسابية ولا هندسية، بيديني متتالي وبيقول لي وجد الأساس. في المثال الأول إدانا 8 3 سالب 2 سالب 7، قال لي وجد الأساس. أولا أنا افترضت في ذهني إنه هذه المتتالية حسابية. طيب حسابية بتكون بالطرح ولا بالجمع؟ 8 بقت 3 معناته ناقصنا منها 5. الثلاثة لو نقصنا منها خمسة هتدينا اثنين، يبقى فعلا حسابية. حسابية أساس سالب خمسة وناقص خمسة. طيب المثال الثاني اثنين عشر خمسين ميتين وخمسين. طيب أنا بفترض إنها حسابية. الاثنين بقت عشرة معناتها ضفت لها ثمانية. العشرة لما ضفت لها ثمانية ما حتدينا خمسين، إذا ليست حسابية. ليست حسابية معناتها هندسية. هندسية إذا يبقى في عملية بتاعت ضرب أو قسمة. الاثنين بقت عشرة معناتها ضربنا في خمسة. العشرة لما ضربنا في خمسة يبقى خمسين، إذا الأساس عبارة عن خمسة. اوكي طيب نرجع للسؤال 35. نرجع للسؤال 35. نرجع للسؤال 35.
اداني العدد المتتالية أربعة وفيها حد ما اداني ليو، وبعد ذاك اداني 10 وادانا 13. قال أوجد الحد المفقود، يعني الحد المفقود. طيب الحد المفقود أنا عارفه كيف؟ هستفيد من المعلومة اللي عندنا، المعلومة هي اللي عندنا، هي المعلومة إنه العشرة بقى 13، العشرة بقى 13، معناته زدنا 2، معناته زدنا 2، معناته الأساس 2، يبقى الأربعة هنضيف ليها زدنا 3، سوري زدنا 3، العشرة بقى 13 معناته ضفنا 3، يبقى الأربعة هنضيف لها 3، إذا الحد المفقود 7. إذا الحد المفقود 7. لاحظ السؤال قال لي أوجد الحد المفقود، إدانا 4 و10 و13. من المعطيات أنا حستفيد، المعطي اللي عندنا إنه 10 تحولت ل 13. ال 10 تحولت ل 13 كيف؟ معناته ضفنا لها 3، ضفنا لها 3، إذا الأربعة هنضيف لها 3، إذا هنا 7، إذا هنا 7. وعندك نعمل تشيك نتأكد، الأربعة لما نضيف لها 3 تبقى 7، السبعة لما نضيف لها 3 تبقى 10، العشرة لما نضيف لها 3 تبقى 13، إذا كده صحيح. طيب انتقل للمسألة 42، انتقل للمسألة 42. لأنه شبيهة بالمسألة دي. ننتقل للمسألة 42، أدانا المتتالية 4 و8 والحد المفقود، وبعد ذاك أدانا 32. قال عايزين الحد المفقود، ما هو الحد المفقود؟ طيب نحن طوالي نستفيد من المعلومة اللي عندنا، الحدين جنب بعض، دي المعلومة اللي عندنا، إنه الأربعة بقت 8. طيب الأربعة تبقى 8 كيف؟ الأربعة عشان تبقى 8 ممكن نضيف، ممكن عن طريق الجمع لو ضفنا لها 4 تبقى 8. يبقى الأربعة لو ضفنا لها 4 تبقى 8. طيب إذا ال 8 هنقوم نضيف لها 4 فتقوم تديني 12. طيب ال 12 نضيف لها 4 تديني 32؟ لا، إذا الخيار بتاعنا خاطئ. نرجع ثاني من الأول. طيب الأربعة بقت 8 كيف؟ الأربعة بقت 8 بالضرب. 4 قلنا مضروبة في 2 بتبقى 8. ال 8 ضربة في 2 بتبقى 16. الستاشر اللي ضربتها في 32 فعلا بتديني 32، اذا الحد المفقود هو 16، اذا الحد المفقود هو 16. يبقى دي طريقة ايجاد الحد المفقود. اوكي؟ طيب الان ننتقل الى او نرجع الى المسألة 63، نرجع مش 63، 36، نرجع للمسألة 36. طيب المسألة 36 قال متتالي حسابية حد الأول 5، ده الحد الأول وأساس 4، عايزين الحد الثالث. هي حسابية، حسابية معناتها بنجمع الحد الأول 5 والأساس 4، يبقى 5 هنضيف لها 4 هتبقى 9، 9 هنضيف لها 4 هتبقى 13. طب طلب منا الحد الثالث، إذا الحد الثالث 13، الحد الثالث 13، إذا الإجابة سي. نعم. طيب ننتقل إلى المسألة 43، المسألة 43 لأنها شبيهة بالمسألة دي. طيب أمشي معي لـ 43، قال متتالية هندسية، حدد لي قال هندسية، متتالية هندسية حد الأول 1 كويس والأساس بقى 4، والأساس 4. طيب في الهندسية بضرب، إذا كان الأساس 4 يبقى هضرب الواحد في 4، إذا الواحد في 4 هيدينا 4، هيدينا 4، بعد ذاك الأربعة نضربها في 4 ب 16، ودار منا الحد الثالث، إذا الحد الثالث 16، إذا الحد الثالث 16، لأنه قال هندسية فكل مرة بنقوم نضرب، إذا 16. طيب نرجع للسؤال 37، نرجع مش 37، نعم 37، نرجع للسؤال 37. برجع معي ل 37 حقيقة. مرة ثانية أنا عايز أشكر الشخص اللي جمع الأشياء دي، لأنه الآن كده بقيت أريح الجمع الأمثلة دي. طيب السؤال 37، الحد 11، دارين الحد 11 للمتتالية 3 6 9 12 وهكذا. طيب ادانا المتتالية دي وقال لنا أوجد الحد 11، نحن الخطوة الأولى حنعمل إيه؟ الخطوة الأولى حنعملها نعرف هل هي حسابية ولا هندسية؟ هل هي حسابية ولا هندسية؟
طب نشوف الثلاثة في ستة مضاف لها ثلاثة، الستة ضفنا لها ثلاثة في تسعة، إذا هي عبارة عن متتالية حسابية. طيب الحسابية الحد الحداشر، الحد الحداشر عبارة عن الحد الأول زائد عشرة مضروب في الأساس. الحد الأول زائد عشرة مضروب. لما نطلب من الحد حداشر معناته الحد الأول زائد عشرة في الأساس. لو طلب الحد العشرين هقول له الأول زائد تسعتاشر في الأساس. لو طلب الحد الخامس هقول له الأول زائد أربعة مضروب في الأساس. إذا طلب الحد الثامن هقول له الحد الأول زائد سبعة من الأساس وهكذا. هنا قال الحد الحادي عشر معناته الحد الأول زائد عشرة في الأساس. عشرة في الأساس بثلاثين لأن عشرة في ثلاثة بثلاثين. ثلاثين زائد ثلاثة ثلاثة ثلاثين. إذا الإجابة ثلاثة وثلاثين. إذا الإجابة ثلاثة وثلاثين. طيب نمشي للمسألة أربعة وأربعين. أربعة وأربعين لأنه شبيهة بالمسألة دي. المسألة أربعة وأربعين أدانا متتالية واحد ثلاثة تسعة، واحد ثلاثة تسعة وهكذا. قال عايزين الحد الخامس، قال عايزين الحد الخامس. أول حاجة قبل ما نعرف الحد الخامس لابد نعرف هل هي حسابية ولا هندسية. هل هي حسابية ولا هندسية؟ الحسابية طبعا بتتكون بالجمع والطرح، الهندسية بالضرب والقسمة. طيب الواحد بقى ثلاثة، ممكن نقول ضفنا اثنين. طيب الثلاثة نضيف لها اثنين ما حتديها تسعة، إذا ليست حسابية. طيب نشوف الضرب. الواحد بقى ثلاثة مع ضربنا في ثلاثة، والثلاثة ضربنا في ثلاثة تسعة، إذا المتتالية دي هندسية. هندسية. طيب هندسية عايزين الحد الخامس، الحد الخامس الهندسية عبارة عن الحد الأول مضروب في الأساس أسي أربعة. الحد الأول مضروب في الأساس أسي أربعة. لو قال عايز الحد الحداشر هقول له الحد الأول في الأساس أس عشرة. لو قال عايز الحد السابع هقول له الحد الأول في الأساس أس ستة. لو قال عايز الحد العشرين هقول له الحد الأول في الأساس أس تسعتاشر وهكذا. هنا عايز الحد الخامس معناته الحد الأول في الأساس أس أربعة. يبقى واحد مضروب في ثلاثة أس أربعة اللي هو ثلاثة أس أربعة، لأن الواحد في أي شيء بنفس المقدار، إذا ثلاثة أس أربعة. ممكن ندينا فعلا جاهزة ثلاثة أس أربعة، ثلاثة أس أربعة. طبعا 3 أس 4 اللي هي 81، 81 فثلاثة الإجابة 3 أس 4. أوكي؟ طيب نمشي أو نرجع لـ 38. نرجع للسؤال 38. نرجع للسؤال 38. طيب السؤال 38 قال عايز المجموع. عايز المجموع. طبعا الطريقة التقليدية أقوم في ذهني أجمع 1 زائد 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 زائد 11 حل المجموع. لكن الطريقة دي تقليدية نحن ما عايزيننا. طيب قال أوجد المجموع لواحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة و11. نحن في الأول نحدد هل هي هندسية ولا حسابية. هل هي هندسية ولا حسابية؟ لاحظ إنه الواحد بقت ثلاثة والثلاثة بقت خمسة، يعني ضفنا اثنين. كل مرة ضفنا اثنين، إذا المتتالية دي حسابية. حسابية المجموع بنوجد كيف؟ بنشوف عدد الحدود. عدد الحدود فيها كم حد؟ هذه المتتالية الدانية لها فيها ستة حدود. بنضرب ستة في مجموع الأول زائد الأخير. الأول واحد والأخير 11. ونقسم الناتج على اثنين. إذا ستة في واحد 11 12. يبقى ستة في 12 على اثنين. ستة في 12 على اثنين. اللي هي معناته 3 في 12، 3 في 12 اللي هي 36، 36، يبقى الإجابة 36. يبقى الإجابة 36، إذا المجموع 36. أوكي؟ طيب، ننتقل إلى الباب الخامس، يبدي نهاية الباب الرابع. إذا الآن ننتقل إلى الباب الخامس. ننتقل إلى الباب الخامس. الباب الخامس بيبدأ بمفكوك أوجد مفكوك X 3 بيبدأ بالمسألة 45. المسألة 45. المسألة 45 دارين نوجد هذا المفكوك. قال مفكوك المقدار X 3 ضرب X زائد Y. نضرب الاكس 3 في المره الاولى نضربها في الاكس، وفي المره الثانيه نضربها في الواي،
نحط العلامه اللي بينافس زي ما هي، اذا كان زائد نضع زائد، اذا كان ناقص نضع ناقص. يبقى 3 اس 3 او اكس اس 3، اكس اس 3 في اكس اس 1 مع اكس اس 4، اكس اس 3 في اكس اس 1 مع اكس اس 4، بعدك زائد اكس اس 3 في 1 هخليهم زي كما هما، لانهم حنضرب في نضربهم في بعض لانهم غير مشابهين. اذا الاجابه اكس اس 4 زائد اكس اس 3 1، 4 زائد اكس اس 3. طيب نمشي ل 46، نمشي ل 46. طيب في 46 ادانا قوسين مضروبات في بعض، ادانا قوسين مضروبات في بعض. في القوس الاول ادانا اكس زائد 2، اكس زائد 2، وفي القوس الثاني ادانا اكس ناقص 1، القوس الثاني ادانا اكس ناقص 1. قال اوجد المفقود، اوجد المفقود. القوس الاول ادانا اكس زائد 2، والقوس الثاني ادانا اكس ناقص 1. هنا هنجري عمليه ضرب، هنا هنجري عمليه ضرب. اكس زائد 2 هنضربها في اكس ناقص 1، اكس زائد 2 هنضربها في اكس ناقص 1. اكس ناقص 1. طيب لاحظ هنمسك الاكس نضربها في المره الاولى في الاكس، ونضربها في المره الثانيه في ناقص 1. بعدك نمسك الاثنين نضربها في المره الاولى في اكس، نضربها المره الثانيه في ناقص 1. معناتها عندنا اربع مرات، اربع حدود. نضرب الاكس في الاكس والاكس في الواحد سالب الواحد، والاثنين في الاكس والاثنين في سالب الواحد. طيب الاكس في الاكس باكس تربيع. لما نضرب اكس في اكس تدينا اكس تربيع. تدينا اكس اكس تربيع. طيب نضرب الاكس في الاكس هيكون الناتج عباره عن اكس تربيع. بعدك نضرب الاكس في ناقص 1 معناته ناقص اكس. بعدك نضرب الاثنين في الاكس معناته زائد 2 اكس. بعدك نضرب الاثنين في ناقص 1 معناته ناقص 2. دائما وابدا بيكون فيها الحدين اللي في الوسط ديل بيتشابهون. بيتشابه ليه؟ لانه اكس اس 1 اس 1. يعني هنا اكس اس 1 وهنا 2 اكس اس 1. لما نجمعهم مع بعض بدون اكس. لان واحد سالب ودي اثنين موجبات، سالب اكس وسالب موجب 2 اكس. يبقى حيدونا اكس. إذا حيكون عندنا إكس تربيع زائد إكس ناقص 2. إذا الإجابة إكس تربيع زائد إكس ناقص 2. طيب ننتقل إلى 47، ننتقل إلى 47. طيب في 47 قال عوامل العدد 56. العوامل الأولية للعدد 56. يعني عايزين نحلل العدد 56، عايزين نحلل العدد 56. طيب العدد 56 هنحلله كيف؟ نقسمه على 2 في الأول، نقسمه على 2 في الأول، هيفضل لنا كم؟ هيفضل لنا 28. طيب ال 28 برضه نقسمه على 2 هيفضل لنا 14، مش كده؟ ال 14 نقسمه على 2 هيفضل لنا 7. إذا ده التحليل، ده التحليل اللي هي 2 في 3 في 7، ده التحليل. طيب نيجي للعبارات اللي ادانا ليها، هو ادانا 4 و14، 4 و14. الخيار ده مرفوض قبل ما افكر فيه، مرفوض نهائيا، لأن المفروض الأعداد دي تكون أولية، والأربعة ليست أولي وال14 ليس أولي، يبقى ده مرفوض مبدئيا مرفوض. طيب ادانا 5 و7. طيب 5 و7 لما ضربوا في بعض بيدونا 35، لكن هو قال لي 56. 5 في 7 35، ليه 56؟ يبقى ده برضه مرفوض. طيب ادانا 2 في 3 في 7 ده الخيار الصحيح اللي هو دي. طيب الاولى ادانا 2 في 28. لو نظرنا للخيار الاول ادانا 2 في 28، الخيار ده برضه مرفوض، لأن 28 ليست أولي. إذا الإجابة الصحيحة هي 2 6 3 7. طيب السؤال 49،
قال القاسم المشترك الأكبر ل 24 20. 24 20، عايزين نشوف القاسم المشترك الأكبر ل 24 20. هنقوم نحلله، نحلل ال 24 ونحلل ال 20. ال 24 بتساوي 2 في 12، وال 12 بتساوي 2 في 6، وال 6 بتساوي 2 في 3. إذا حللنا ال 24 ل 2 في 3 و 3. طيب نيجي نحلل بعد ذاك ال 20. لاحظ ال 24 التحليل بتاعه طلع 2 3 و 3. طيب نيجي نحلل ال 20. ال 20 بتساوي 2 في 10، ال 10 بتساوي 2 في 5. ده التحليل بتاع ال 20 اللي هو 2 اس 2 في 5. 2 اس 2 في 5. 2 اس 2 في 5. الآن عايزين القاسم، القاسم المشترك الأكبر. هنقوم نختار العناصر، يا ترى عناصر العناصر المشتركة، المشتركة بشنو؟ بأكبر أس، مش كده؟ العناصر المشتركة مش بأكبر أس، بأصغر أس. العناصر المشتركة بأصغر أس. إذا المشترك هنا إيه؟ المشترك هي اتنين اتنين الاتنين. الثلاثة ما مشتركة والخمسة ما مشتركة. المشتركة هي الاتنين. هناخد الأصغر، الأصغر اللي هي اتنين اس اتنين. 2 في 2 4. إذن القاسم المشترك لون عبارة عن 4. القاسم المشترك، القاسم المشترك الأكبر بيساوي 4. أوكي؟ يعني بعد ما نحلل بنختار المشترك فقط، الغير مشترك بنتجاهلها، يعني هنتجاهل الثلاثة وهنتجاهل الخمسة. هناخد الأصغر فقط. هناخد المشترك فقط، والمشترك هناخده بأصغر أس، يمكن الإجابة 2 في 4. اللي هو دي القاسم. طيب لو كنا عايزين المضاعف لنفس المسألة دي، لنفس المسألة لو كنا عايزين المضاعف، نفس المسألة لو كنا عايزين المضاعف، طيب في المضاعف بنعمل شنو؟ بنشيل كل، بناخد كل العناصر، يعني هناخد الثلاثة وهناخد الخمسة وهناخد الاثنين، كلهم هناخدهم. الاثنين بناخد يا ترى؟ بناخد الأكبر، بناخد ذات الأس الأكبر. الأس الأكبر معناته 2 في 3. إذا حيكون عندنا 3 في 5 في 2 في 3. 2 في 3 في 3 اللي هي 24، 24 في 5. 24 في 5 اللي هي 120. إذا المضاعف 120. إذا أعتقد لو خدتنا في ذهننا القاعدة بتكون سهلة. طيب عندنا ثاني مثال برضو للقاسم المشترك. القاسم المشترك الأكبر للعددين 32 و 64. لو لاحظنا ال 32 ضعف ال 64. إذن هنا دائما القاسم بيكون هو الأصغر ال 32، والمضاعف دائما بيكون هو الأكبر ال 64. يقول سألني من المضاعف أقول له 64، إذا سألني من الأصغر القاسم أقول له 32. أوكي؟ طيب دي 52. اوكي نواصل نمشي للمسألة 53. 53 53 التحليل. في التحليل ادانا اكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص 6 اكس، اكس تربيع ناقص 6 اكس. قال لي حلل اكس تربيع ناقص 6 اكس. طيب انا ممكن احلل بالصغير العامل المشترك، اشوف العوامل المشتركه الموجوده في الحد الاول والموجوده في الحد الثاني. الحد الاول فيه اكس والحد الثاني برضه فيه اكس، اذا العامل المشترك هو اكس. العامل المشترك هو اكس. طيب العامل المشترك حددته هو اكس، اقوم اعمل اطلع عليه افتح قوس اكس تربيع قسمت على الاكس، او بمعنى اخر شلت منها الاكس، حيكون عندنا اكس، حيكون هنا عندنا اكس. طيب العلامة البيانات دي لو كانت سالب بنزلها سالب، لو كانت موجب بنزلها موجب. الستة اكس لما نشيل الاكس هتظل ستة، لما نقسمها على الاكس هيكون المتبقي ستة. اذا دي التحليل اكس ضرب اكس ناقص ستة.
مثال آخر، حلل 12 زائد 4 إكس. دي السؤال 54. 12 زائد 4 إكس، 12 زائد 4 إكس. طب المشترك إيه؟ المشترك الأربعة، لأنه ال 12 فيه أربعة، ال 12 تبعنا 4 في 3، ال 12 تساوي 4 في 3. يبقى إذن هاخد العامل المشترك 4، وافتح قوس ال 12 يقسم على 4 هتفضل لي 3، العلامة البيانات الزائد. ال 4 إكس شلت ال 4 هتفضل لي إكس. يبقى ليه التحليل 4 ضرب إكس زائد 3. أوكي؟ طيب نمشي للمسألة 56. 56 أو 55، 55 ده فرق مربعين. عندنا الاكس تربيع مربع بيناته ناقص، وعندي الواحد مربع. فرق مربعين دائما عباره عن حصه طرح في حصه جمع. يعني هنا بكتب اكس ناقص واحد مضروب في اكس زائد واحد. يبقى اكس تربيع ناقص واحد يساوي اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد. اكس تربيع ناقص اربعه بيساوي اكس ناقص اثنين في اكس زائد اثنين. اكس تربيع ناقص تسعه بيساوي اكس ناقص ثلاثه في اكس زائد ثلاثه. وهكذا. ايه تربيع ناقص بي تربيع بيساوي ايه ناقص بي في A زائد B. المسألة 56. A تربيع ناقص B تربيع بيساوي A ناقص B في A زائد B. أوكي؟ طيب نلاحظ المسألة 57. 57. قال X زائد 2 في X ناقص 2. يعني كأنه ادانا الطرف الأيسر ونحن عايزين الطرف الأيمن. يعني هسه لو اداني قال لي X ناقص 1 ضرب X زائد 1 هقول له تساوي X تربيع ناقص 1. ادانا X زائد 2 ضرب X ناقص 2 هقول له X تربيع ناقص 4. لو ادانا اكس ناقص 4 في اكس زائد 4 هقول له اكس تربيع ناقص 16. لو ادانا اكس ناقص 5 في اكس زائد 5 هقول له اكس تربيع ناقص 25. وهكذا. طيب السؤال 58 و59 ده عندنا عندنا المكعبات. المكعبات المكعب معناته السي 3، يعني اكس السي 3 ناقص 8. اكس السي 3 مكعب، الثمانية برضو مكعب لأن هي 2 في 3. يبقى إكس ناقص 3 إكس في 3 ناقص 2 في 3. إكس في 3 ناقص 2 في 3. طيب ده قانون لابد يكون حافظ القانون. في التحليل عندنا قوسين كويس. القوس الأول بنكتب العددين كما هو بغير التكعيب، يعني إكس ناقص 2. القوس الثاني بنربع الأول، اللي هو ده الربع بيبقى إكس تربيع. بعد ذلك إذا كان عندنا ناقص هنحول لزائد. هنضربهم الاثنين في بعض، الاثنين في الإكس في 2 إكس. 2 إكس. بعد ذلك زائد نربع الثاني، الاثنين من الأربعة تدينا أربعة. إذا كده نكون وجدنا التحليل. طيب نمشي لـ 59 واضحة. طيب نمشي لـ 60. نمشي لـ 60. نمشي لستين يا شباب. قال خمسة حل المعادلة، خمسة إكس ناقص ثلاثة إكس زائد اثنين يساوي صفر. خمسة إكس ناقص ثلاثة إكس زائد اثنين يساوي صفر. هنقوم نعمل شنو؟ نفك القوس، هيبقى خمسة ناقص ثلاثة إكس ناقص ستة يساوي اثنين، نحلها ونجد قيمة إكس. طيب نمشي للمعادلة الهدرية الثانية. نمشي للمعادلة الهدرية الثانية. أدانا في 61 إكس تربيع ناقص أربعة إكس زائد 3 تساوي 0. x تربيع ناقص 4x زائد 3 يساوي 0. يساوي 0. هنا نحن حنبحث عن عددين، حاصل ضربهم 3، حاصل جمعهم موجب 4. حاصل الضرب يا شباب 3. أما حاصل جمعهم حنعكس الإشارة. حاصل جمعهم موجب 4. حاصل الضرب 3، حاصل جمع موجب 4. عددين نضربهم بدون 3 نجمعهم بدون 4 اللي هم 1 و3. إذا الإجابة 1 و3. المسألة 62 X تربيع زائد 6 X زائد 5. X تربيع زائد 6 X زائد 5. هنا حنبحث عن عددين، حاصل ضرب 5 وحاصل جمع سالب 6. دائما في حاصل جمع بنعكس الإشارة. يبقى حاصل ضرب 5 وحاصل جمع سالب 6. طيب عددين نضربهم يدونا 5، عندنا خيارين. عندنا خيارين، يا إما العددين دي يكون 1 و5، يا إما يكون 1 و5، أو يكونوا سالب 1 وسالب 5، أو يكونوا سالب 1 وسالب 5.
إذا عندنا خيارين. طيب عايزين المجموع يكون كم؟ عايزين المجموع يكون سالب 6. يبقى لو جمعنا 1 و 5 ما حتدينا سالب 6، يبقى الخيار اللي هو دور فوق. لو جمعنا سالب 1 وسالب 5 حتدينا سالب 6، إذا ده الخيار الصحيح. إذا العددين هم سالب 1 وسالب 5. سالب 1 وسالب 5. طيب المسألة 63، المسألة 63 معلش ناخذ بس 5 دقائق اضافيه عشان نخلص المسألة 63 اكس تربيع ناقص 4 اكس. قلنا دي حالة خاصة لما يكون ما عندنا الحد المطلوب. هنا طوالي واحد من الجذرين صفر، والجذر الثاني نعكس الإشارة دي، سالب 4 معناته موجب 4. يبقى الجذرين 4 وموجب 4. 4 وموجب 4. الجذرين صفر وموجب 4. صفر وموجب 4. دائما لما يكون بالشكل دي واحد من الجذرين صفر والجذر الثاني حيكون 4. طيب اكس تربيع ناقص 4 يساوي صفر. اكس تربيع ناقص 4 يساوي صفر، معناته هنا عندنا جذرين حيكون 2 وسالب 2. 2 سالب 2. لو قلنا اكس تربيع ناقص 9 يساوي صفر، معناته 3 سالب 3. لو قلنا اكس تربيع ناقص 100 يساوي صفر، معناته 10 سالب 10. وهكذا. طيب ننتقل للمعادلات مع بعض اللي هي سميناها المعادلات العينية. المعادلات العينية ادانا في المعادلة الأولى 2x زائد 3y يساوي 5، وادانا في المعادلة الثانية x زائد 3y يساوي 4. طيب هنا طبعا قاعدين نتخلص من واحد في الاثنين، حنختار y، حنختار y لانه عندنا 3y و3y، حنختار y. طيب هنا حنطرح هنا حنجمع، لما نلاقي اشارات زي بعض الاثنين موجبات بنطرحها، يعني هنا موجب وهنا موجب، موجب 3y وموجب 3y، حنقول نطرح. طيب 2x نطرح منها x حيفضل لنا x، 3y نطرح منها 3y راحت، 5 نطرح منها 4 1، يبقى الاكس بواحد. طيب عرفنا الاكس بواحد عايزين الواي، نمشي لاي معادله نعوض الاكس بواحد، يعني لو جينا شيلنا المعادله الاولى دي حنعوض الاكس بواحد، يعني 2 مضروب في اكس معناته 2 في 1، يعني هي 2 زائد 3y يساوي 5، زائد 3y يساوي 5. طيب ننقل الاثنين دي للطرف الاخر بهناك، نجيبها بالجاي. هتجيب الناقص لان هنا موجب، يبقى هتبقى 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 3، وبيجي عندنا 3y، 3y تساوي 3 معناته الواي بواحد، لانه عدد نضرب في نفس الدينا 3 معناته الواي بيساوي 1، يبقى الاكس 1 والواي 1. اوكي. طيب في سؤالين اخر شيء 66. 66 قال x زائد 2 اقل من 9، قال اذا كان الاكس عدد طبيعي، اكس عدد طبيعي والمتباينه بتاعتنا x زائد 2 اصغر من 9، احنا كل شيء بنعمله ننقل الاثنين من الطرف الايمن للطرف الايسر، يبقى الاكس هيكون اقل من 9 ناقص 2 حيجيب الناقص، 9 ناقص 2 7، يبقى عايزين كل الاعداد الطبيعيه اللي اقل من 7، الاعداد الطبيعيه اللي اقل من 7 اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة. طيب آخر حاجة المتباينة، المتباينة دي نفس فكرة المعادلة، نفس فكرة المعادلة، يعني لو كانت إكس من السؤال الأخير، لو كانت إكس زائد اثنين ضرب اكس ناقص واحد، اكس زائد اثنين ضرب اكس زائد اثنين ضرب اكس ناقص واحد، لو كانت تساوي اربعة كنا حنكون معادلة، كنا حنقول هي معادلة للشخص اللي كان بيسأل قبل شوية طلب مني احل معادلة، لو كانت معادلة حنعمل شنو؟ حنقول اكس نفك الغوص اثنين في اكس باثنين اكس، اثنين ناقص واحد باثنين هنا تساوي 4، الـ 2x والـ x معناتها 3x،
الاتنين اكس مع الاكس هيدينا 3 اكس، والاتنين دي هنوديها للطرف الاخر هنا سالب 2 هتيجي موجب 2 6 و2 2 و4 6 3 اكس تساوي 6 مع الاكس تساوي 2 مع الاكس تساوي 2 معناته الاكس يساوي. طب حلينا لحظه حلينا كمعادله خلينا كمعادله الان لو كانت متباينه ما حصل اي شيء في نفس الخطوات زي ما شفنا الاشاره زي ما هي اقل من يساوي ما عملنا اي شيء نفس الخطوات يعني كان ما عملنا اي شيء نفس الخطوه زي ما هي زي ما هي اذا الاجابه اكس اقل من يساوي إذا حل المتراجع أو المتباين وحل المعادلة بنفس الفكرة يعني ما في اختلاف كبير يعني جواب x أقل منه يساوي 2 x أقل منه يساوي 2 أوكي؟ طيب أعتقد أنه الأمور حتكون إن شاء الله بسيطة وواضحة لا لا ما بيسمح لك بورق خارجية لكن اذا انت محتاج لورقه هامش كورقه كهامش ممكن على ظهر الورقه السايد الثاني الورقه غالبا يكون الكتابه على السايد الامامي السايد الخلفي ما في كتابه دي ممكن نستخدمه كهامش ممكن نستخدمه كهامش نعم. لكن كل الاجابات اللي هو هنجاوب باختيار واحده من الاجابات الاربعه اوكي اخيرا امنياتي لكم بالتوفيق ان شاء الله والنجاح واحراز درجات عاليه جدا و يعني ما عايز اقول نتقابل مره ثانيه ان شاء الله ما نتقابل مره ثانيه في الكورس اوكي شكرا جزيلا اي سؤال في حد قال نجاوب عن السؤال اي سؤال سارة السؤال ما جاوبنا عليه اللي هو معادلة حلينا دي كمعادلة x زائد 2 x ناقص 1 حليناها كمعادلة هي شبيهة بالمعادلة دي نفس الفكرة يعني حنفك الغوص نضرب الاثنين في الاكس والاثنين في الواحد نفس الفكرة يعني اعتبريها كمعادلة نفس الشيء نفك الغوص دي ونجمع الاكس مع الاكس والاعداد نقول للطرف الاخر نكون وجدنا الاجابة اوكي طيب شكرا جزيلا ومع السلامة في حد يسألني سؤال يا شباب؟ ايوه تفضل الذي في الامتحان بنفس الطريقة دي نفس الطريقة دي والأسئلة دي كافية جدا يعني عشان كده أنا شكرت الشخص اللي قام جمع كلها مع بعض يعني اوكي نعم الكلمه كلمه جديد فيها كم حرف كلمه جديد فيها الحرف جيم وفيها الحرف دال وفيها الحرف ياء ثلاث حروف جديد فيها ثلاث حروف جيم ودال وياء نعم اوكي شكرا جزيلا